من أسئلتها تقول سماحة الشيخ بأنه نزل أثناء وجودهم في المدرسة مطر غزير، فاستدعى الأمر أن يدخلوا في مسجد المدرسة، تقول وهي حائض، فدخلت معهم، هل عليها شيء؟ وهل المسجد في المدرسة يأخذ حكم المصلى؟ وفقكم الله. إذا دخلت المرأة الحائضة وأنه مثل المسجد للضرورة فلا بأس، كان تخشى على نفسها إذا كانت خارج المسجد للضرورة أو لأسباب أخرى اضطرتها إلى ذلك فلا حرج. أما مسجد المدرسة إذا كان مصلى ليس له حكم مسجد، إذا كان مصلى في المسجد المدرسة لها أن تجلس فيه، لأن ليس له حكم مساجد. المصلى في المدارس ليس له حكم مساجد، فللحائض والنفساء أن تجلس في المصلى لسماع الخطبة أو سماع الدرس أو الفائدة.